أهلا بكم طلاب الصف الثاني نتحدث اليوم عن حاجات الكائنات الحية شو يعني حاجات؟ يعني الأشياء اللي هي الضروري أيوة الأشياء اللي بدها إياها الكائنات الحية الضرورية طبعا إحنا بنحكي عن حاجات النباتات والحيوانات طيب شو بدهم بالضبط هدول الكائنات الحية عشان يعيشوا؟ بدهم غذاء مأوى ماء, ماء هواء. وهواء أحسنت إذا هدول ما نحفظهم يا تاني إذا أول كلمة اللي هي الغذاء بعدين عنا الماء بعدين عنا الهواء ثم المأوى طيب خلينا نيجي على تعريف المأوى يا تاني شو منعرفه المأوى هون مكتوب عنا هو المكان المناسب يعني لعيش هذه الكائنات الحية في بيئتها وتسمى جميعها شو بنسميها الحاجات, الحاجات الأساسية, الأساسية. ممتاز إذا مرة أخرى ما هو الم السؤال نحكي المكان المناسب لعيش الكائنات الحية في, في بيئتها، بنكتبها هون يا تاني، المكان المناسب لعيش الكائنات الحية في بيئتها، طيب سؤال، هل تستطيع يا تاني الكائنات الحية إنها تستمر بالعيش من دون ما تتوفر حاجاتها الأساسية؟ لأ لأ بتموت ممتاز، إذا يموت النبات بعد مدة، إذا ما توفر له الماء، حتى نفس الشيء الحيوان، الحيوان بدون ماء أو بدون هواء أو بدون حتى الغذاء وبدون المأوى موت شو بصير فيها؟ تموت موت. ممتاز هذا السؤال رح نشوفه مكرر بالاسئله الثانيه طيب نيجي لهون هلا بدنا نحكي يا تاني عن الحيوانات الحيوانات ماذا تحتاج؟ الحيوانات شو بتستفيد من النباتات؟ معقول الحيوان اللي بيمشي وبتحرك وبقدر يستفيد ايش من النباتات؟ أوه. طبعا كيف؟ اكل بالاكل يعني نتخيل معقول الابقار والاغنام يعني تمشي بحياتها وعادي وتكبر وتنمو بدون النبات؟ لا. شو بتاكل البقره؟ نبات. الاعشاب بتاكل نباتات. طيب الاغنام؟ نبات. نفس اللي شو بتاكل نبات معقوله تعيش بدون نباتات؟ لا. لا اذا تعتمد كثير من الحيوانات على النباتات في الحصول على حاجاتها أوه. بالغذاء. في ماوى. ممتاز اذا اول كلمه عندنا كلمه الغذاء ثاني كلمه مأوة. اللي هي كلمه الماوى لانه معقول نبته يعني تكون مأوى للحيوانات؟ أوه. نعم كيف يعني؟ مثل هاي السنجاب السنجاب، السنجاب صح بعيش بالشجرة صح طيب الطيور كمان تبني أعشاشها إيه. على, على... على, على الشجرة آه. ممتاز إذا عندنا الطيور بتعتمد على الأشجار والسناجب بتعيش كمان على الأشجار لما تفوت جوا مثلا تلاقي لها محل هيك زي مب... المحل هيك تيجي تقعد فيه بالشجرة جواتها صح؟ بيفر. ممتاز نعم تحفر فيها طيب إذا في شغلتين مرة أخرى كيف تستفيد الحيوانات من النباتات غذاء نقطتين مقوة. غذاء والمأوى نحفظهم يا تاني طيب هلأ خلينا نشوف بالصفحة الثانية صفحة 32 يا تاني هلأ خلينا نعكسها معقول النبتة تستفيد من الحيوانات أه؟ نعم كيف مثل دودة الأرض أها و... طيور أه. طيب خلينا نحكي لك مثالين اذا اول شغله هاي السؤال هون اللي هو تلخيص القسم هذا كيف تستفيد النباتات من الحشرات او من الحيوانات الارض هي شو بتعمل بتهوي بتهوي التربه نعم طيب خلينا نرجع للسؤال كيف تستفيد النباتات من الحشرات تستفيد منها بالتكاثر وبالغذاء صح خلينا نفهم كيف يعني أول شغلة بحكي لك تساعد بعض الحيوانات زي الطيور والحشرات على تكاثر بعض أنواع النباتات، إذا لما نحكي كلمة تكاثر النبتة كيف ممكن تفيد؟ كيف تستفيد من الحيوان؟ هلا بتيجي للنبتة النحلة أو بتيجي الحشرات الفراشات شو بتعمل للنبتة؟ ب... تنقل ب... حبوب حبوب اللي... اللقاح أه. ممتاز إذا تنقل يا تاني حبوب اللقاح من نبات لاخر لما تنقل حبوب اللقاح شو بصير بتساعد النباتات على عمليه التكاثر ثر. ممتاز هاي اول نقطه هاي ها هون شايفين كيف الفراشه عم تنقل حبوب اللقاح من نبته مثلا من هون لهون لما تيجي تنقل حبوب اللقاح بتساعد هذا النبات انه يتكاثر طيب أوه. مثال ثاني اللي, اللي هي دوده آه مال العصفور بيشرب اللي ممتاز طيب اذا كمان بساعد على نقل حبوب اللقاح طب خلينا نتفرج هون تحت على هاي دودة الارض انت حكيت لي يا شهم انها بتساعد على شو على إيه حفر يعني تحفر بيستور بالتربة بيستور تعطي هواء للتراب ممتاز اذا تساعد دودة الارض على تهوية التربة شوفوا كيف هون ممتاز هاي هون حفرت بالارض حفرت بالارض هون زي ما احنا شايفين هيك بصير يدخل الهواء هون لجوا شايفين كيف طيب كمان شغله هاي. بس بتدخل الهوا لا كمان افضلها هو السماد فضلاتها تعد سمادا للتربة أحسنت إذا هنا تيجي بتعمل فضلات هاي الفضلات تعتبر سماد للتراب كمان مش بس إنه بدخل الهوا وفضلاتها منيحة للتراب كمان تسهل انتقال الماء إلى جذور إنها النباتات ممتاز اذا هاي ثلاث نقاط بتعطينا اياها دودة الارض فاذا بشكل عام الدودة بتساعد هذا النبات انه ينمو بتهوي له التراب وبتدخل له الميات وحتى من فضلات الدودة تستفيد منها النبتة بايش؟ بالسماد ممتاز اذا دودة الارض تحسن التربة فتنمو النباتات احسنتم يا ثاني ننتقل الان لشغلة جديدة اسمها انتقال الطاقة شو يعني انتقال الطاقة بين النباتات الكائنات الحية؟ يعني شغله اسمها السلسله الغذائيه طيب نحكي عن السلسله الغذائيه اللي بنسميها نحن فود تشين نتذكر اخذناها زمان نحن احكي لنا اياها شو عندك شايفهم بالصور نباتات نباتات اعشاب ارنب اها وحيه شو أوكي. يعني يعني هسه الارنب اه باكل عشب. ممتاز والحيه بتاكله ممتاز حلو هاي بنسميها سلسله, سلسلة غذائية. غذائيه طيب بحكي لك يا شهم انه هلا إيه النبات بده ياخذ طاقة، من وين باخذ الطاقة؟ يعني من وين باخذ الأكل؟ الأكل فيه طاقة، بيعطينا طاقة صح؟ احنا لما ناكل مثلا حبة موزة ولا حبة تفاحة بنصير نشيطين. آه. اه ليه؟ لأنه أعطتنا طاقة. هلا العشب من وين باخذ الطاقة بسمعد. الأكلات؟ من السماد من السماد ومن وين؟ من المي من وين؟ من الأعلى من السماء؟ من أكثر آه شيء بتاخذه من الشمس ممتاز، إذا أخذ الطاقة من الشمس إجا الأرنب أكل العشبات شو صار؟ نعم آها إذا انتقلت الطاقة شوفوا كيف هذا السهم معناها أنه الطاقة انتقلت مشيت من العشب إلى الأرنب الأرنب والأرنب إجت أكلته الأفعى فأعطاها شو؟ طاقة طاقة ممتاز إذا الأفعى تحصل على الطاقة من تغذيتها من الأرنب ممتاز هيك انتقلت الطاقة من ال... من الشمس للعشبة للأرنب للأفعى ممتاز وهون وهون نفس الشيء الفار اها باكل الذرة اه, آه. والصقر بيجي الصقر باكله ممتاز إذا الصقر أخذ الطاقة من الفار والفار أخذ الطاقة من الذرة الذرة أحسنت شو وهون شو كمان شو. عنا طيب هون هسا هون هاي تاكل هاي وهاي تاكل هاي وهاي تاكل هاي وهاي تاكل هاي وهذا ممتاز يعني هون كمان حتى الطاقه بتنتقل كيف الطاقه بتيجي برضه من الشمس بتنزل هون للميات تمام أه. تأخذها النباتات نفس الشيء اه تيجي الاسماك بعدين الـ هاي عوالق نباتيه أه. نباتات هاي عوالق نباتيه أب... بتاخذ طاقه طاقه هتن... منها أه. نعم أه. و... و... الأسماك أه. الصغيره أه. تاكل النباتات اه ممتاز تاخذ الطاقة والاسماك اللي الاكبر أكبر شوي تاكلها آه. للاسماك واللي الصغيرة واللي الاكبر منها برد ياكل اصغر منها والحوت آه. بأكلها احسنت ممتاز آه. ننتقل إلى الأسئلة الآن صفحة 35 وبشكل سريع شو الحاجات الأساسية للكائن الحي؟ حكينا الحاجات المكتوبين عندنا بأول الدرس اللي حكينا غذاء هواء ماء ومأوى صح؟ نكتبهم الأربعة هون تمام يا تاني؟ هلا نصل بخط بين المفهوم والصورة التي تدل عليه في عندي هون المأوى وين المأوى؟ هاي اكس هاي ولا هاي؟ هاي, هاي؟ هاي 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 يعني مع هاي وهاي مع هاي طيب عمهلك إذا المأوى <applause> شلتر المأوى شلتر أوكي أها ممتاز طيب مرة أخرى ردينا سألناكم هالسؤال ماذا يحصل للحيوان أو للكائن الحي إذا لم يجد مأوى مناسب؟ يموت يموت اذا هون بنكتب كلمه يموت طيب نضع دائره بدنا نحط دائره الان حول رمز الاجابه الصحيحه تساعد الفراش النباتات انها تتغذى ولا تتكاثر ولا تتحول. تكاثر طيب خلينا نعمل الان سلسله غذائيه من الكائنات الحيه الاتيه في عنا افعى في عنا جراده في عنا صقر وعنا نبات القمح وعنا ضفدع اوكي يلا وين نبلش بابا باكل هذا دقيقه, دقيقة هابا بوكل دقيقه باكل هذا باكل ركز معي شوي اول شيء رح نبلش بالنبات وين في عندنا نبات يا تاني نبات نبات شوي 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 بنحط عليه رقم واحد عشان نكتب اول واحد تمام عندك ضفدع قمح صقر جراده ولا افعى قمح وين نبات؟ قمح 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 اذا نحط عليها واحد وين القمح هون هون هي نبات القمح وين حط عليها واحد واحد يلا مين بده ياكل القمح طيب بعديها مين دي ياكل القمح؟ جرادة الجرادة اثنين مين دي ياكل الجرادة؟ أفعى لا صقر مم... ضفدع دقيقة عندك ضفدع ثلاث حط عندك الضفدع ثلاث عندك بعدين صقر وعندك أفعى يلا لفعى أفعى وآخر إشي عندنا الصقر أحسن لا 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 لأنه الصقر باخذها وباكلها صح ممتاز أحسنت إذا هيك يا حلوين خلصنا درسنا الأول نراكم إن شاء الله في درس جديد بنحكي فيه عن تكيف الكائنات الحية إلى اللقاء